العبدري والرحلة المغربية. هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري الحيحي، ويدل اسمه على كونه عربيا في أصوله القديمة. لم يذكر العبدري أنه درس بمدينة قبل خروجه إلى الحج، غير أن قربه من مدينة مراكش يرجح أن يكون قد تلقى بعض العلم هناك، لا سيما أن عبد الملك المراكشي يذكره ويصفه بالأديب والفقيه. يعتبر العبدري إحدى الشخصيات المغربية التي حاولت أن تهتم بجانب من جوانب الثقافة المغربية، وهو جانب المجتمع والاقتصاد والدين والسياسة من خلال رحلته الطويلة. أهم أثر خلفه العبدري رحلته المسماة بالرحلة المغربية، التي تحدث عن أسفاره، وهي علامة على ثقافته الموسوعية. كتاب الرحلة المغربية، أو ما يسمى أيضا بالرحلة العبدرية، لأبي عبد الله وأبي البركات محمد العبدري الحاحي أو الحيحي، الذي انطلق في رحلته الحجازية من منطقته الواقعة على بعد مدينة الصويرة بحوالي 36 كيلومتر إلى شرقيها. خرج العبدري من مسقط رأسه حاحة عام 688 للهجرة، 1289 للميلاد. ويعتبر العبدري رجل بادية، عاش أكثر وقته في البادية المغربية، لأنه من حاحة، ومنطقة حاحة هي مجموعة من الهضاب التي توجد في جنوب المغرب، وتعرف بشح المياه وندرتها. كان هذا الأمر عند العبدري محط ملاحظة ومناط نوع من الاستقصاء، بحيث كان يشير في كل المناطق إلى وجود بعض الآبار أو عدم وجودها، كما أنه كان يتحدث عن المحاصيل الزراعية الموجودة في بعض المناطق، كما أنه كان في الوقت ذاته يعرج على المناطق الأثرية وعن الأضرحة، لأن ذلك كان محط اهتمام له، لا سيما وأنه كان رجلا متدينا ورعا تقيا. الجانب الثاني في هذه الرحلة هو كونها مكتوبة بلغة عربية سليمة وجميلة جدا، بحيث لم يتحدث عنها أحد من المغاربة أو المشارقة من الدارسين أو من المستشرقين إلا وذكر أهميتها اللغوية وما تحفل به من الصنائع البديعية ومن الجمل البديعة في اللغة العربية، التي كان فيها العبدري رجلا حاحيا، لغته الأصلية هي الأمازيغية، لكنه كان بارعا في إتقانه للغة العربية. لا نعرف بالضبط
ما هو الركب الذي سار معه، الذي انتقل معه إلى الحجاز، ولكن يبدو من خلال قرائن كثيرة أنه ارتحل في ضمن الركب السجلماسي. لماذا؟ لأننا وجدناه في مدينة أسا التي تعتبر إحدى واحات الأطلس الصغير على وادي ذرعا، ومن أسا انطلق إلى سجلماسة التي توقف بها، ولعله هنا التحق بالركب. ولا بد أن يتكلم المرء عن سياق هذه الرحلة التي تدعى بالرحلة المغربية، التي عرفها المغاربة واشتهروا فيها، وهي كتابة ترتبط بتدوينهم لما مر من الأحداث خلال مرورهم بكثير من المناطق أثناء رحلتهم نحو الحج ولأداء الفريضة. ويمم شطر الحج مسافرا على طريق البر بدءا من الجزائر. أولا، تعتبر هذه الرحلة وصفا دقيقا لبعض العادات والتقاليد وبعض المجتمعات التي تشح المصادر التاريخية عندما تتطرق إليها. فأحيانا تجد بعض الجماعات التي لا تتعدى المئات من النفر يتحدث عنها وعن سياقاتها التاريخية وعن معالجاتها اليومية لقضاياها وأحوالها ونوازلها ووقائعها، معالجة فقهية ومعالجة دينية. وقد ذكر أمر سفره في رحلته على نحو واضح: كان سفرنا، تقبله الله تعالى، في 25 من ذي القعدة عام 88 و600، مبدأه من حاحة صانها الله، وكان طريقنا على بلاد القبة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين. وفي أول سفرنا دخلنا مسجدا لصلاة الظهر، فوجدنا به ألواح صبيان، فنظرنا فيها تبركا بها، فوجدنا في أول لوح منها يوفون بالنذر، وفي الثاني وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وفي الثالث ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وفي الرابع قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وفي الخامس من يتق الله يجعل له مخرجا. فسررنا باتفاقاتها على الإشارات إلى البشارات، وحمدنا الله على ذلك. وبعد ليلتين أو ثلاث رأيت في المنام الفقيه القاضي الإمام أبا الوليد الباجي رحمه الله، فخطر لي أن أقرأ عليه شيئا من كلامه، فما حضر لي إلا قوله: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون طنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. بل إنه يعد إلى حد كبير ممن نشر الإسلام في بعض المناطق، لكونه كان فقيها متضلعا في علوم الفقه، وكان حافظا للقرآن الكريم، كما أنه كان عارفا وملما بالحديث النبوي الشريف وغير ذلك من العلوم الدينية المغربية، كما أنه كان محدثا
قد حدث بكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وله إجازات كثيرة في من روى عنه أو في من روى عنهم. خاض المفازة المخوفة الكبرى الفاصلة بين سجل ماسة وتلمسان، وكانت تلمسان أول مرحلة في رحلته تلك، وبها ابتدأ تقييد هذه الرحلة أو الكتاب الذي نتحدث عنه في هذه المرحلة. فحمل معه هذا الزاد الكبير، استطاع بالفعل أن يبين إلى أي حد كان دور المغاربة كبيرا في انتشار الفقه المالكي في جميع الربوع التي مر منها، لا سيما الربوع الإفريقية وغيرها من الربوع. فانطلق من تلمسان إلى مليانة، ومن مليانة انطلق إلى الجزائر، ثم من الجزائر إلى قسنطينة، ومن قسنطينة إلى بونا، ثم بجاية، ثم تونس. ومنذ بداية رحلته كان العبدري يصف الأصقاع والمدن التي حل بها وصفا بديعا يروق للقارئ، فهو يصف تلمسان في بلاغة إيجاز عجيبة. تلمسان مدينة كبيرة سهلية جبلية جميلة المنظر، مقسومة باثنتين بينهما سور، ولها جامع متسع وبها أسواق قائمة، وأهلها ذو ليانة ولا بأس بأخلاقهم. كذلك استوقفته الأهرام وتعجب في كثير من الأمور التي رأها، وتحدث كثيرا عن هذه الأهرام وشكك في أن الفراعنة هم الذين بنوها، بل قال وأوعز ذلك إلى شداد وعاد والقرون الغابرة قبل ذلك بمئات السنين. كان من الأنثروبولوجيين بهذا المعنى الحديث للكلمة، لأنه كان يستقصي أحوال الرقص وفنون الأكل والطعام وغيرها من وسائل الصناعات والحرف اليدوية وما إلى ذلك مما يتعلق بالحياة المدنية التي كان ينظر إليها ويعيش مع أهلها فترات طويلة أحيانا أو قصيرة أحيانا عندما يمر من قطر إلى قطر. وقد أعجب العبدري أيما إعجاب بمدينة الإسكندرية من أعمال مصر وحواضرها التاريخية الكبيرة. هو أولا سجل كثير من الملاحظات ذات النظرة المعمارية، فبحيث أنه مثلا استوقفه منار الإسكندرية، فصعد هذا المنار وبدأ بقياس طوله وعرضه وعرض جدرانه ومادة بنائه والزخارف التي كانت به، وكل ما يلحظه المعماري الفنان الذي له ذوق في بالزخرفة وبالفن المعماري لاحظه هذا الرجل. وأما المنار فقد كتب الناس فيه وسطروا ما فيه الكفاية. دخلته وتأملته وما وصلت إلى أعلاه إلا بعد جهد، ولا يظهر له من خارج فرط علو، وهو خارج المدينة على أزيد من 3 أميال. المخيال أو الخيال الذي كان عند العبدري كان خيالا واسعا، لدرجة أنه كان يقف عند بعض الأساطير ويقف عند بعض الأحاجي وبعض الأمثال فيحللها بلغته البارعة والبديعة وبيانه الصافي الرفيع، يصل فيه إلى شأو قلما بلغه غيره من الذين كانوا من الرحالة الجغرافيين الذين كانوا يدققون في الأوصاف والمعايير والمقادير دون أن يفتحوا الباب لهذا النوع من السباحة الأدبية أو ما يسمى الولوج
في الصور الفنية ببيانها الرفيع وبجماليتها الأخادة. كان الهدف المباشر من رحلته أن يحج بيت الله الحرام، ولذا فإنه فصل في أركان فريضة الحج الكلام، فهو يقول عن موطن ابتداء الإحرام للحج، وفي رابغ يغسل الحجاج للإحرام ومنه يحرمون وهو دون الجحفة بمسافة، والجحفة على يسار طريق الركب على أميال وهي الميقات. إن الحمد والنعمة. ونحن نعرف أن في الثقافة المغربية وفي تاريخ المغرب كان هناك جانب واضح الأهمية، وهو ركب الحاج المغربي، أي كيف يتم تنظيم هذا الحج الذي يعتبر منسكا من مناسك الإسلام، كيف يتم تنظيم هذه العلاقة بين الإنسان المغربي والبقاع المقدسة انطلاقا من تكون هذه النية في نفس المؤمن المغربي في بلده. ومن القاهرة انطلق في دائما في ذلك الركب إلى أيلة أو العقبة كما كانت تسمى، ومن أيلة بعد عبور سيناء الصحراء التي كان يتخوف منها كثيرا الرحالون والحجاج، توقفوا بأول مرحلة وهي مرحلة الوجه، وهي أول مرحلة في بلاد الحجاز. ومن الحجاز عبروا المنطقة إلى متوجهين إلى مكة، حيث دخلوا هذه مكة المكرمة، ومنها انطلقوا لأداء مناسك الحج. فكان العبدري خير ممثل وخير سفير لبلاده المغرب في جميع المناطق التي مر منها، إلى أن وصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث أدى فرائض ومناسك الحج. ولما بلغ العبدري إلى مكة خص معالمها المقدسة بوصف دقيق تمازجت فيه كلماته بروحه التواقة إلى مسقط رأس الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عن هذه الأرض الطيبة: يا له من مشهد شهد له التنزيل بالتفضيل، وسمى عن أن يقرن بعذيل أو مثيل. بلد كأن نفوس الخلق عجنت من طينته، فالخواطر مشغولة بتصور زينته. كم حوى من مآثر لا تحد، كم ظن من مفاخر لا تعد، كم به من أشعث دعوته لا ترد. أما المسجد الحرام زاده الله تشريفا، فهو في وسط البلد كبير متسع، وفي شرقي الكعبة بإزاء الباب قبة زمزم على البئر كبيرة متسعة. ولما أتموا المناسك انقلبوا إلى المدينة المنورة حيث سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أظن أنه لم يسحب الركب، لم يعد مغربا مع الركب، بل انطلق إلى بيت المقدس حيث زار الخليل، ثم المشاهد مشاهد بعض الأنبياء المعروفة المتداولة عند الناس في ذلك الوقت.
وبعد وصول العبدري إلى المدينة المنورة تاه في جمالها ورونق بنائها، فتكلم عن المسجد النبوي والروضة الشريفة كلاما شجيا. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعلى صورة المسجد الحرام، إلا أنه في المسافة دونه بكثير، مدور بالسقائف عجيب. أما الروضة المقدسة زادها الله شرفا وجلالا فهي داخل المسجد. وتوقف كثيرا بالمساجد، ومنها مسجد الصخرة، حيث وجد الكناني ابن جماعة الكناني يعطي دروسا، فحضر مجلسين له. وهنا أسجل بأنه استهجن كثيرا ما كان يذكره هذا العالم اللي هو ابن جماعة الكناني، وتدخل لديه كما قال عدة مرات ليرده عن بعض الأمور التي خطأه فيها. ومن أطرف ما حوته رحلة العبدري المباحث الفقهية والمناظرات العلمية التي جمعته خلال ترحاله بكثير من علماء الإسلام الذين أخذ عليهم بعض المعارف الفقهية والحديثية، وناظر بعضهم الآخر في مسائل دقيقة، كما أنه أفرد لأركان الحج ومناسكه مبحثا فقهيا دقيقا ينم عن عقل فقهي كبير وغزارة في الاطلاع وعلوم الرواية والدراية. وقد استغرقت هذه الرحلة كما سنرى مدة حوالين من الزمان، يعني حوالي سنتين تقريبا، لعله ترك الركب ورجع وحده أو رجع في ركب آخر، لأن الطريق الذي كانت تأخذه الركاب ركاب الحجية كان هو الطريق الأوسط أو الطريق الصحراوي، ولكن هو اتخذ الطريق الساحلي، وهذا أيضا استثناء وهو طريف كذلك في هذه الرحلة. ثم رجع بعد ذلك إلى القاهرة، حيث اتصل، حيث أولا زار المشاهد والأماكن التي كان يزورها الحجاج، مثل القرافة، مثل مشهد الحسين، توقف كذلك عند الأهرام، توقف عند النيل، لاحظ مجراه، لاحظ كثير من الأمور، ذاق ماءه إلى غير ذلك من الأمور، وتردد على بعض علمائه. وهنا استرعى انتباهه أن القاهرة كانت خالية من العلماء، يعني لم يجد بها عالما من العلماء الفطاحي الذين ظن أنه سيستفيد منهم. ولذلك قال بأن القاهرة هي معيدية المعنى حسا ومعنى، معنى أنه تسمع بها خير من أن تراها كالمعيدي. وبعد ذلك خرج من القاهرة غاضبا لأنه لم يجد من يأخذ عنه، ثم انطلق إلى
الإسكندرية، وبعدها أخذ نفس الطريق فبرقة ثم سيرت ثم مصراتة ثم مسلاتة ثم طرابلس، وتبع نفس الطريق إلى أنه هذه المرة توقف بقفصة قبل أن يصل إلى 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 قاربس ثم القيروان ثم تونس من جديد، فبجاية فبونا فالجزائر فقسنطينة ثم مليانة ثم تلمسان. فإذا جمعنا هذه القطاعات الجزئية وأحاديثه الثقافية عن كل ما مر في هذه المراحل التي اجتازها خلال رحلته، يتبين لنا مدى ذلك التاريخ الموسوعي الكبير الذي كتبه لأجزاء كثيرة من العالم ولنواحي عديدة تعد في الحقيقة مجالا لربط الصلة بين المغرب كوعي ثقافي وكممارسة دينية وكفقه وكتصوف مع غيره من الجهات في البلاد العالمية. كتب العبدري وقائع رحلته إلى الديار المقدسة منذ خروجه من حاحة إلى أن عاد إليها واجتمع شمله بالأهل والأصحاب بعد أن ظن أن لا تلاقيا. هذه الرحلة هي سجل كامل أدبي جغرافي لكل ما رآه هذا الرجل وما وقف عليه وما استوقفه في طريقه ذهابا وإيابا لأداء فريضة الحج. كذلك نسجل بأن هذه الرحلة هي وعاء مهم جدا للصورة الأدبية والعلمية والفقهية التي كانت سائدة في ذلك الوقت. كتب العبدري رحلته بأسلوب بليغ يعد من السهل الممتنع كثير الصور، لكنه كان مؤرخا دقيقا وعالم اجتماع يصف المجتمعات والساكنة في مختلف الأقطار بدقة متناهية. اتخذه بعض الرحالة دليلا، مثلا نذكر بأن الرحالة الذين أتوا من بعده مثلا كالإسحاقي مثلا الذي رحل في فترة مولاي إسماعيل، أو مثلا قبله العياشي الذي جاء في الفترة الأولى، أو مثلا ابن عبد السلام الذي أتى في القرن الثامن عشر. أصبحت رحلة العبدري مرجعا رئيسا بالنسبة لهؤلاء ودليلا مهما بالنسبة لهؤلاء. فلا يتجاوز مسألة من المسائل الدينية إلا وأظهر فيها رأيه في هذا الجانب أو ذاك، معتمدا على الأصول والفروع معا، ولم يكن لينسى في أي لحظة من لحظاته أنه المغربي الذي يتسلح بالفقه المالكي المتميز وبالمذهب الأشعري وبطريقة الجنيد السالك في التصوف والسلوك الروحي. كتابه يعتبر يعني مصدرا أساسيا لكثير من النصوص التي لا توجد إلا فيه، ولكن مع الأسف هذا الرجل لم يهتم به كثيرا كتابه أو أصحاب لغة الضاد من المعاصرين، بل الذي أثار إليه انتباه في الحقيقة هم المستشرقون الذين انتبهوا إليه واهتموا به قبل قرن ونصف، ومنهم مثلا كارل بروكلمان، مثلا بالانثيا مثلا الإسباني إلى غير ذلك. أبان العبدري عن غزارة ثقافة في رحلته، كما يظهر في العدد الهائل من الكتب التي ذكرها في سائر الفنون والمعارف. رحم الله العبدري وأفاد المغاربة بقوة رحلته وما فيها من تطور للنسق الكتابي وأفكار مهمة حول ما يسمى الآن حوار الحضارات واختلاف الأنساق الثقافية والثقافات المتميزة والثقافات الاستثنائية وما إلى ذلك من المفاهيم التي لها دور مكين في ترسيخ جذور هذه الثقافة، ثقافة الرحلة في تاريخ الأدب المغربي. ساعة
سيظل العبدري في الذاكرة المغربية عنوانا على الثقافة الموسوعية والاطلاع الشامل وحب الترحال. فإذا كانت الرحلة المغربية وثيقة تاريخية عن مرحلة معينة من تاريخ الحضارة الإسلامية، فهي أيضا وثيقة أنثروبولوجية وأدبية لما تحويه من الأوصاف للمجتمعات والثقافات ومن النصوص الأدبية البديعة.